بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هناخد مع بعض الستوري بتاعتنا لجونيور 6 سوالوز and امازونز. هناخد مع بعض شابتر 1. طيب هنا بيقول لك روجر، تمام، هو اسمه روجر الولد ده، ووكر ده اسم والده او اسم بابه، يبقى اسمه روجر ووكر. بيقول لك ايجت عمره كان 7. Run through the pine forest، هو كان بيجري عبر او من خلال الايه البين فورست، يعني غابات الصنوبر، يبقى pine forest غابات الصنوبر. وكمان وهو بيجري كان holding the litter، كان ماسك holding يعني كان بيمسك بالليتر الخطاب، كان بيمسكه بتايتلي يعني باحكام، مسكه كويس جدا. In his hand في ايديه. He could hardly wait، يعني هو انتظر، wait يعني انتظر بالكاد، يعني يستطيع ان هو كان ينتظر بالكاد، يعني ماسك الخطاب ويعني مش قادر يستنى، يعني بيستنى بصعوبة عشان يشوف مين. He could hardly wait to tell his siblings. طيب مين هم السبلينجز دول؟ اللي هم أشقائه أو أخواته. يبقى هو كان ماسك الليتر تايتلي بإحكام، وكان بيستنى بصعوبة، يبقى يستطيع ان هو wait ان هو يستنى بصعوبة، hardly ليه to علشان till يخبر his siblings، يعني his siblings دي يعني أخواته أو أشقائه. ليه بقى كان عايز يخبرهم بإيه؟ بطل يعني يخبر. The good news بالأخبار الجيدة. When he reached the cliff top، يعني لما هو وصل للقمة بتاعة الجرف أو المكان اللي هو ما فيه، تمام، his older brother اللي هو اسمه إيه؟ جون، الأخ الكبير اسمه جون. يبقى أول أخ نقدر هنقسمهم كده، أول واحد خلاص هو أول واحد كان عندنا اسمه روجر، خلاص يبقى كده ده تاني واحد، تاني واحد اسمه جون. يبقى الأخ الكبير كان اسمه جون، was making a fire، كان بيعمل ايه؟ بيصنع الايه؟ الفاير، بيعمل شعلة من النار. and his sister، والسيستر أخته كانت اسمها سوزان، تمام. يبقى هو كده ده تالت ايه؟ تالت حد من اخواته. and كيتي، يبقى كده ده ربع حد من ايه؟ من اخواته. were sitting at the edge of the cliff، يبقى سوزان وكيتي كانوا قاعدين على الحافة بتاعت الايه؟ الكليف ده، على حافة الجرف. وكمان كانوا ايه؟ string out at the lake، يعني ايه string out؟ stare يعني بيبحلق او يحملق او يحدق النظر، يبقى staring out كانوا بيبحلقوا في ايه؟ في الليك، في البحيرة، تمام، بيبصوا عليها يعني ومبحلقين فيها. بيقول لك جون جامبت اللي هو الاخ الكبير قفز، جامبت to his feet، يبقى قفز كده بالفيت بتاعته. when he saw، لما هو شاف الايه؟ الليتر، الرسالة دي. Is that the answer he asked، هو قال له ايه؟ هذا هو بيكون الايه؟ الاجابة بتاعتنا، الجواب بتاعنا. هنعرفوا ان هم كانوا سألين باباهم حاجة وبعتين له خطاب وهو بيرد عليهم بالايه؟ بالليتر ده، خلاص. يبقى is، راح الاخ الاكبر اللي هو جون وقال له ايه؟ is معناه هنا هل، هذا او هو، هو ده الانسر، الاجابة بتاعتنا. He asked، هو سأل. Yes replied روجر. روجر قال له ايه؟ قال له ايوه هو دي الاجابة، خلاص في الليتر ده يعني. And the answer is yes، والاجابة كانت yes، ايوه يعني بالموافقة، باباهم موافق على الطلب اللي هم ايه؟ طلبوا. جون took the letter، اخد الليتر from the boy من الولد، and read it وقراه. while بينما his siblings
الأشقاء بتوعه أو إخواته قسموها برضو سب والإل وبعدين آي إن جي سبلينجس يعني إخواته. مالهم؟ كانوا جازرد. يعني إيه جازرد؟ اجتمعوا أراوند يعني اجتمعوا حواليه كده. تمام. فازر سيز بيقول that we can stay on the Iceland ان احنا ايه ان احنا نستطيع ان احنا stay نقعد في الايه او نمكس لسه نقعد على الايه الايسلاند. هي exclaimed يعني هو صح يعني زي ما قال لهم ايه ايوه بابا خلاص وافق ان احنا نقعد على الجزيره خلاص وصح كده بصوت عالي وهو بيقرا الايه الخطاب. يبقى هي exclaimed هو صرخ وهو بيقول الكلام ده. The girls البنات cheered يعني ايه cheered؟ بصوا cheer لوحدها كده يعني عزيز. cheered ابتهجت and hugged each other يعني حضنوا بعضهم يعني كل واحدة حضنت التانية. يبقى البنات cheered and hugged each other خلاص وحضنوا بعضهم البعض. and Roger ran around يعني روجر جرى حوالين the fire قعد يجري حوالين النار. we can laughing with delight يعني كان بيضحك من الايه من ال delight يعني الفرحة. يبقى كان ضاحكا من الفرحة اللي هو laughing with delight. قالك the Walker children اطفال ووكر احنا قلنا في الاول خالص هنا قلنا الولد كان اسمه روجر ووكر يعني بابا كان اسمه ووكر خلاص. فأطفاله بقى اللي احنا قلنا عليهم الخمسة دول had been spending يعني كانوا بيقضون spending بيقضون ايه their school holidays كانوا بيقضوا الاجازة بتاعة المدرسة at في ايه الهالي هاو. يبقى كانوا بيقضوها في مكان اسمه الهالي هاو فارم مزرعة الهالي هاو with their mother مع مامتهم and وكمان البيبي سيستر فيكي والأختهم البيبي كانت اسمها فيكي ودي الأخت الخامسة ليهم. تمام. طيب لو احنا كده عشان نعرفه يبقى روجر وجون ده رقم اتنين وسوزن وكيتي وفيكي. بيقول لك while بينما their father باباهم بقى كان ايه كان a ship's captain يعني كان قبطان السفينة traveled كان بيسافر to Hong Kong كان بيسافر لايه لهونج كونج. الهالي هاو was close كانت المزرعة دي الفارم دي كانت close قريبة to a large lake كانت قريبة من الليك البحيرة الكبيرة which اللي هي التي اللي هو قصده على الليك دي على البحيرة دي موجود فيها ايه البحيرة دي او الليك دي كان هاد عندها several bays يعني ايه bays يعني الخلجان. فاكرين خليج السويس اللي هو وخليج العقبة اللي هو كده دي خلاص اللي المية بتكون من ثلاث جهات كده محوطينها الارض محوطها سوري من ثلاث جهات وبتبقى عاملة زي الودن هي دي البي. فبيقول لك ان الليك دي كان فيها several bays يعني عدة خلجان and small islands وجزر كانت small كانت صغيرة. there was هناك كان كمان one Iceland in particular يعني كانت في Iceland يعني جزيرة على وجه الخصوص يعني كانت particular يعني على وجه الخصوص. يبقى كان في واحدة جزيرة كده منمرين عليها particular على وجه الخصوص ذات اللي had كوت اللي هي أخذت the children's attention يعني لفتت انتباه الايه الاطفال and they وهم had
written اللي هو كتبه to their father، كتبه لباباهم to ask علشان يطلبوا منه الايه الاذن، يبقى to ask permission، يبقى كلمة permission يعني عشان يطلبوا منه الاذن ان هم يروحوا للايه للايسلاند الخاصة دي اللي لفتت انتباههم، يبقى ل ask to ask permission. خلاص permission، خلاص الاس اس هنا بتتنطق كانها شان، خلاص يعني permission. طب ليه هم كانوا عايزين، ليه بعتوا الاذن لوالدهم to camp علشان يعملوا يخيموا on في ايه في الايسلاند on the Iceland for a few days لأيام قليلة while بينما they wait هم waited استنوا for a reply وهم استنوا الرد او انتظروا الايه الرد the children spent الاطفال قضوا their days ايامهم watching كانوا بيشاهدوا the Iceland اللي هي عجباهم دي from the cliff top يعني من اعلى الجرف، يعني كانوا بيبصوا على الايسلاند اللي هم عايزينها من فوق كده من اعلى قمة كده في الجرف and imagining وكانوا بيتخيلوا their adventures المغامرات بتاعتهم on the high seas يعني في اعلى البحار finally في اخيرا the good news had arrived يعني الأخبار الجيدة وصلت إن هو طبعا باباهم وافق the children sat down جلسوا down around the fire حوالين الفاير with a packet of biscuits باكت يعني بعلبة البسكويت and mugs والكوبايات أو المج of hot tea بالشاي السخن and begin بدأوا to plan their trip وبدأوا plan يعني يحطوا خطة أو يخططوا للtrip يعني الرحلة لtheir trip يعني لرحلتهم there is a sailing boat هناك كان sailing boat يعني مركب أو قارب بيكون شراعي يعني إيه قارب شراعي يعني مركبة كده تمام وفيها زي شراع يعني اللي هي القماشة اللي بتبقى عليها دي خلاص فدي اسمها سيلينج بوت يبقى هناك كان there is a sailing boat in the boat house في المرفأ او جنبهم كده near the farm بالقرب من الفارم كان موجود كده مركبة شراعية اللي هي سيلينج بوت خلاص طيب كود كان اسمها ايه swallow يبقى كان اسمها ايه swallow خلاص لو انتوا لسه مش حافظينها يعني اللي هي هتكرر اكيد يبقى اس وول يعني حيطه و او دبليو سوالو سد جون قال جون هو اللي قال كده اسمها ايه سوالو هو اللي قال ان في هناك بيكون مركبه شراعيه سيلينج بوت ان ذا ايه ان ذا بوت هاوس نير ذا فارم كود واسمها سوالو اللي قال كده سيد جون اللي هو الاولدر او الاولد الاولدر ايه براذر تمام ماذر سيد قالت وي كود يوز ات احنا نستطيع ان احنا نستخدمها سينس اي ام ذا اولدست انا بكون الاكبر اند اي هاف وعندي the most sailing عندي الكثير من الايه experiments يعني خبره السيلينج خبره الابحار يبقى هي عندها the most sailing experiments يعني خبره الايه الابحار تمام وعايزين نحفظ برضو كلمه الابحار وقفوا الفيديو ويعني اكتبوها كده experience تمام اسموها الاكس وبير وانس خلاص اكسبيرينس اي ويل بي ذا كابتن انا سوف اكون الكابتن سوزن انا سوف اكون الكابتن وسوزن
You are the first. انت هتكوني the first ايه؟ the first mate. يعني ايه the first mate؟ يعني الرفيقة. mate يعني الرفيقة الأولى. تمام؟ كيتي. You are the apple seaman. يعني انت هتكوني البحار القادر. apple يعني القادر. يبقى كيتي هتكون البحار القادر. You are the youngest. And روجر كانت بتكلم روجر قالت له يا روجر انت بتكون الاصغر the youngest. So لذلك او لذا you will be the ship's boy. يعني انت هتكون الفتى الايه فتى بتاع السفينة. يبقى انت سوف تكون you will be the ship's boy فتى السفينة. The children met. يعني عملوا او a list او كتبوا كده list يعني قائمة كده of all the things بكل الاشياء كل الاشياء they will would need for their trip. يعني كل الاشياء اللي هم would need يعني اللي هم سوف يحتاجوها للايه لرحلتهم. and when night fell لما عندما النايت الليل حل او جاء فيل they returned هم عادوا to the farm رجعوا للايه للفارم to collect علشان يجمعوا يجمعوا their supplies يعني يجمعوا المؤن بتاعتهم وامداداتهم يعني علشان يجمعوا حاجاتهم يعني they هم woke up هم استيقظوا early مبكرا the next morning في الصباح اللي هو القادم اللي هو تاني يوم يعني الصبح اول ما صحوا to pick علشان يعبوا لتعبئة the boat with tent يبقى هو كانوا عايزين يعبوا البوت المركبة بتاعتهم دي ب التنتس يعني بالخيام وكمان اللانترنس طيب قسموها لان وترن خلاص والاس لانترنس يعني الفوانيس ورمضان جاي عليكم فاحفظوها بقى يبقى لانترنس يعني الفوانيس يبقى بيعبوا البوت بتاعتهم احنا قلنا عليها السبلايز بتاعتهم ايه هي السبلايز اللي هي المؤن اللي هي اول حاجه التنتس الخيام واللانترنس والايه التورشس يبقى التورشس طيب يعني التورشس اللي هي المشاعل اللي هي بيبقى كده اللي بيمسكوها في الايد كده وتبقى فيها نار عارفينها دي اللي بيدخلوا فيها اللي بيدخلوا بيها في الكهف يبقى تنتس واللانترنس وتورشس خلاص وكمان الكات ليري برضو هنقسمها لكات خلاص وليري عشان تحفظوها وقفوا الفيديو وقعدوا كده اكتبوها واحفظوها كات ليري يعني ايه يعني ادوات المائدة زي المعالق والشوك وكده يبقى كمان حطوا معاهم كات ليري ادوات المائدة وكمان كرو كيري طيب هنقسموها برضو لكرو وكيري كرو كيري يعني ايه يعني الاواني الفخارية خلاص يبقى الكرو كيري زي مثلا البريم المادة المصنوعة من البريم دي من الكروكيري خلاص الأواني الفخارية and boxes وصناديق of food من الطعام طبعا عشان هيروحوا لازم ياكلوا when it was finally time to leave يعني عندما حان وقت المغادرة أخيرا ان هما طبعا يروحوا للايسلاند يبقى عندما التايم بتاع الليف الرحيل فاينالي اخيرا جاء يعني ميسز ووكر اللي هي ميسز ووكر يعني السيدة اللي هي ووكر اللي هي مراته يعني مرات ووكر فبيقولوا عليها ميسز ووكر عشان هي مراته فبتنسب اليه يعني خلاص ميسز ووكر and فيكي طبعا فيكي دي احنا قلنا عليها هي كانت البيبي سيستر فلازم تبقى مع مامتها come to the اتت لي يعني come to the boat
هاوس، أتت للبوت هاوس، هو المرفأ أو المكان اللي بيقولوا جود باي للإيه للبوت، خلاص to say goodbye علشان يودعوهم، يودعوا مين؟ to the children، للأطفال. وقالت لهم إيه مامتهم طبعا، do be careful يعني كونوا حذرين، shouted Mrs. Walker as the boat sailed away، يعني صرخت أو يعني علت صوتها Mrs. Walker as بينما البوت ده كان بسيل sailed away يعني كان بيبحر بعيدا. تمام. طيب we will said the children يعني الأطفال قالوا لها أيوة طبعا هنكونوا كده، هنكونوا careful، we will احنا سوف نكون كده، سنقوم باللي انت قلتي عليه، goodbye mother، goodbye فيكي، goodbye يا ماما، goodbye يا فيكي يا بيبي انت، يعني بيقولوا باي لأختهم. a strong wind، strong wind يعني رياح قوية، strong كانت قوية، carried حملت البوت القارب ده in the direction في اتجاه of the island في اتجاه الايسلاند اللي هي الجزيرة، and the children's والاطفال او ال children's excitement grow يعني او يعني ازداد الحماس بتاع الايه او كبر او نما الحماس بتاع الايه ال excitement يعني الحماس بتاع الايه الاطفال زاد بقى ان اول ما القارب بدأ يمشي. look over there said كيتي، كيتي قالت ايه؟ قالت بص over there يعني بص هناك كده، بصوا هناك، وراحت pointing راحت شاورت to a large blue boat، شاورت على بوت قارب كان كبير ولونه أزرق، that was anchored يعني anchored يعني كان بيرسو يعني كان واقف in a bay close to the island يعني كان بيرسو، انكور يعني ايه انكور يعني بيرسو في البي في الخليج، وقلت لكم الخليج اللي هو شكله كده زي كده خليج السويس، يبقى كان بيرسو القارب اللي هو لونه برو ده الكبير كان بيرسو بالقرب كلوز ذا ايسلاند، كان بيرسو بالقرب من الايسلاند اللي هم رايحينها. it look like يعني هو يبدو مثل a house boat يعني هاوس بوت يعني يبدو كأنه مركب عائم، المركب العائم اللي هو يعني شبه البيت كده اللي بيتحرك مركب عائم، سيد جون قال لهم كده. as the children neared the boat ولما الchildren قربوا من البوت من القارب they saw a fat man sitting on the deck يعني هم شافوا مان كان فات يعني كان سمين او تخين، sitting on كان بيجلس on على الايه الدك ده اللي هو ظهر السفينة او يعني سطح السفينة زي ما انتوا شايفين كده، ده اسمه دك اللي هو بيقفوا عليه الناس، ده اسمه دك خلاص، فهو كان بيقف الرجل السمين ده على الدك يعني سطح السفينة. وكمان a green parrot كان في باروت لونه جرين اخضر، was كان squawking يعني squawking كان بيصرخ او بيزعق كده الباروت ده loudly يعني بيصرخ بصوت عالي loudly بصوت عالي next to him بجانب الايه الشخص، برضو هنحفظ squawkly squawking خلاص هتقسموها سكوا والدبليو وكلمة كينج، سكوا والدبليو وكلمة كينج سكواكينج. تمام. طيب do you see the parrot هل انتم يعني شفتوا الباروت اللي هو الباروت البغبغان said روجر. تمام. that man must be a pirate المان ده الراجل ده اكيد هو ماست اكيد هو بيكون ايه بيكون بايروت القرصان. لوك بص اللي هي الكيتي كرايد
يعني صرخت البنت اللي هي كيتي دي، صرخت وقالت لهم بصوا لوك there is a، كان في هناك حاجة. فبتقول لهم هناك بيكون ايه؟ a cannon. يعني ايه cannon؟ يعني كان في هناك مدفع on the deck، على ظهر السفينة او على سطح السفينة اللي انا وريته لكم. يبقى كان في ايه؟ cannon، برضو هنقسمها لكان ونون. خلاص، كان في مدفع على ظهر السفينة. هي إز، هو بيكون definitely، يعني بالتأكيد، هو بيكون بالتأكيد pirate، a pirate هو أكيد إيه، بالتأكيد بيكون قرصان. برضو هنقسم definitely دي وفن وإت ولي. definitely يعني بالتأكيد هو بيكون pirate قرصان. ده مين اللي قال كده؟ مين اللي كانت بتصرخ في كرايد؟ إيه اللي هي كيتي. the children وفد، الأطفال وفد لوحوا، يعني كانوا بيلوحوا، يعني بيعملوا بإيديهم كده بيشاوروا. ل ل as they sailed past the fat man، يعني هم كانوا بيلوحوا أمام الإيه الفات مان ده، وهم كانوا sailed بيبحروا أمامه كده. but he، ولكن هو ignored، يعني ignored يعني تجاهلهم. يبقى ايج ونورد، هو تجاهلهم. خلاص ignored them، تجاهلهم. when the Iceland come into view، عندما بقى الايسلاند come into view، يعني الفيو بتاعها، المنظر بتاعها come into، جالهم او ظهر لهم. جون headed يعني توجه toward the eastern شور، يعني للشاطئ الايه الايست، من كلمة ايست يعني الشرق، ويقولوا ايستر، ايسترن يعني الشرقي او الناحية الشرقية، يبقى الشاطئ الشرقي. يبقى جون راح توجه ناحية الشاطئ الشرقي. and وكمان انكور يعني القى المرساة، المرساة اللي هي اللي بتوقف السفينة، اللي هي بتبقى زي تقيلة كده عشان يشبك المركبة ما تعومش تاني في المية، فيحطوا تقيلة كده ينزلوها بسلاسل عشان تشبك في الأرض. فجون عمل كده، دروبت أنكور، ألقى المرساة دي اللي أنا بقول لكم عليها. آت في إيه؟ في البابلي بيتش. طيب يعني إيه البابلي بيتش؟ البابلي اللي هو الشاطئ اللي كان في حصى، بابلي يعني محصب. طب يعني إيه محصب؟ يعني مغطى بالحصى. خلاص بابلي بيتش. خلاص the adventure، المغامرة had finally began، had finally began يعني هي اخيرا ايه بدأت. وبكده خلصنا chapter 1، وبإذن الله هنكمل بقية الفصول بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.